السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا فيكم. خلال الفترة الماضية أعلنت عن دورة لتعليم السيرة النبوية لليافعين، يعني الشباب خلينا نقول من عمر 12 إلى 16 سنة. بفضل الله عز وجل الإقبال على التسجيل كان أكثر بكثير مما كنت متخيل، ففتحنا دورتين للشباب، وأيضا جتني طلبات كثير بدنا دورة للإناث، فاتفقنا مع مدرسة متخصصة وفتحنا دورة للإناث، والدورات الآن جارية والحمد لله تفاعل الشباب والبنات مع الدورات من أروع وأجمل ما يكون. خلال فترة الإعلان جتني كتير طلبات عم تطلب أنه يكون أيضا في دورات للعمر الأصغر، العمر اللي تحت 12 سنة. هلأ أنا للأمانة غير متخصص بهذا العمر، يعني أنا عندي قدرة على مخاطبة الشباب واليافعين، ولكن الأطفال لهم طريقة خطاب مختلفة وفي ناس متخصصين بالتعامل معهم، فحبيت أني أقدم لكم هالنصيحة. أنا بحثت خلال الفترة الماضية عن أكاديمية أو صفحة مناسبة للعمر اللي عم تطلبوه، فلقيت أكاديمية اسمها أكاديمية جيل العربية. سألت كثير عن الأكاديمية وعن ناس تعاملوا معها، والحمد لله الانطباع عن برامج الأكاديمية وطريقة تدريسها من أروع ما يكون. الأكاديمية بشكل أساسي متخصصة بتعليم اللغة العربية، طبعا بتبلش الأعمار من العمر الصغير حتى العمر الكبير، يعني في برامج مختلفة عند الأكاديمية بيعلموا موضوع الكتابة، موضوع نطق الحروف العربية. كثير مستهدفين الأطفال اللي عايشين بالغرب، يعني الأولاد الصغار اللي نشأوا مثلا الآن في أوروبا وأمريكا وكندا وغيرها من البلدان، واللي عم يتعلموا لغات أساسية غير اللغة العربية، فحتى ما تضيع لغتهم العربية عم تكون هاي الأكاديمية كتير متخصصة بهذا المجال، عم تعلمهم الكتابة والقراءة والحروف بطريقة رائعة جدا، طريقة التدريس تفاعلية مناسبة لعمر الأطفال. وعندهم أيضا برامج للأكبر العلاقة باللغة العربية أو حتى ببعض العلوم الشرعية مثل القرآن الكريم وغيره. فأنا بنصحكم تطلعوا على برامج الأكاديمية وأوصي بالتسجيل فيها إذا لقيتوها مناسبة، وإن شاء الله الإخوة يعني منهجيا ممتازين، فكريا ممتازين، طريقة التدريس عندهم رائعة وحتى أجورهم مناسبة. فطلعوا على البرامج، حأترك لكم إذا كنتوا عم تشوفوني على الستوري، حأترك لكم معلومات الأكاديمية بالستوري التالي، وإذا عم تشوفوني بفيديو فلحط المعلومات إن شاء الله بوصف الفيديو. أسأل الله عز وجل أن يحفظ أبنائنا، وإن شاء الله هيك رب العالمين بربيهم عنا، وخاصة في ظروف الغربة الصعبة اللي نحن عايشينها، إن شاء الله رب العالمين بيجعلهم من خيرة عباده المسلمين. ولكن واجبنا كأهل نضل محافظين على صلتهم بالقرآن الكريم وصلتهم باللغة العربية وصلتهم بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم. فشوفوا البرامج المناسبة لأولادكم ولا تترددوا بهذا الموضوع. أولادنا إذا ما حطيناهم عند حدا يدير باله عليهم، يربيهم، يعتني بلغتهم، يعتني بدينهم، فصعب جدا نحن نعوض هذا الكلام بالبيت. إن شاء الله يا رب كون قدمت لكم شيء مناسب ونصيحة مناسبة. اطلعوا على البرامج وإن شاء الله عز وجل تلاقوا فيها ما يناسبكم، والسلام عليكم ورحمة الله.